السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في جزء جديد من أجزاء مكرر Pharmaceutical Analytical Chemistry، وهو جزء الأسيد بيز تايتريشن. جزء الأسيد بيز تايتريشن هو يعتبر في الحقيقة هو بداية الفارماسيوتيكال أناليتيكال كيمستري. ممكن تكون درست أجزاء تانية في المقرر، الأجزاء دي يتم تصنيفها أنها جنرال كيمستري أو فيزيكال كيمستري، لكن البداية الحقيقية لفارماسيوتيكال أناليتيكال كيمستري هو جزء الأسيد بيز تايتريشن. أهم ما يميز جزء الأسيد بيز تايتريشن هو إنه بيعتمد بشكل قوي جدا على الفهم أكثر من أي أجزاء تانية، فده يتطلب منك متابعة بشكل مستمر، إن أنت دايما تكون فاهم. هو الأساس، الفهم هو الأساس في مذاكرتك، بعد كده تشوف الحاجة اللي عايزة تتحفظ تتحفظ. وأهم ما يميز الجزء ده أيضا إن هو مرتبط ارتباط 100% مع منهج العملي. دي بتبقى من الحاجات الكويسة جدا في أي مقرر بتدرسه، إن العملي هو تطبيق مباشر للي أنت بتدرسه في النظري. فبنقول كده ببساطة إن العملي بيخدم على النظري، وكذلك النظري بيخدم على العملي، فده الوضع المثالي لأي مقرر بتدرسه في الجامعة. الجنرال اوبجيكتيف لكورس الاسيد بيز تايتريشن، او المطلوب تعرفه في كورس الاسيد بيز تايتريشن، هي الحاجات اللي مكتوبة قدامك دي. هنتكلم عن مقدمة عن الموضوع، ومعنى التايتريشن ومتطلبات تفاعلات التايتريشن، يعني ستاندرد سوليوشن ووحدات التركيزات اللي بتستخدم معاها، الايكويفالنس بوينت والاند بوينت، وخطوات التحليل بتتم ازاي، وانواع التايتريشن. ثم ندخل بعد كده على جزء اسمه الاسيد بيز ايكوليبريم، مهم قوي نفهمه، البافر سوليوشنز، الانديكيتورز، التايتريشن كيرفز، وازاي بنختار الاسيد بيز انديكيتور. وبنختم المقرر بالابليكيشنز اوف اسيد بيز تايتريشنز، نشوف امثله لسامبلز وجزء كبير منها بيبقى اوف فارماسيوتيكال انترست، ونعرف ازاي بنحللها بطريقه الاسيد بيز تايتريشن. في الجزء الاول من المحاضره الاولى اللي احنا بنشرحه دلوقتي، ان شاء الله بعد نهايته المفروض تخرج عارف مقدمه عن الموضوع، معنى التايتريشن او الفوليومتريك اناليسيز، وايه صفات التفاعل اللي بيتم استخدامه كتايتريشن رياكشن. طبعا كصيدلي او كطالب في كليه الصيدله بيجي دايما في دماغك سؤال: هل انا كصيدلي محتاج ادرس كيمياء تحليليه؟ ايه اهميه دراستي للكيمياء التحليليه وانا طالب في كليه الصيدله؟ بعض الاسئله اللي بتبقى يعني لازم تخطر في دماغ اي طالب، وهو من حقه يفكر في الاسئله دي: هل دراسته للكيمياء التحليليه لها فايده ولا لا؟ ايه هي التطبيقات الصيدليه للكيمياء التحليليه؟ ايه علاقه قسم الكيمياء التحليليه بعلوم الصيدله الاخرى، او علم الكيمياء التحليليه بعلوم الصيدله الاخرى؟ هل قسم الكيمياء التحليليه الصيدليه في كليات الصيدله بيخدم المجتمع، ليه دور في خدمه المجتمع؟ هل المناهج نظري وعملي اللي بيتم تدريسها في الكليه عندك متواكبه مع متطلبات سوق العمل؟ وهل في مصر اماكن شغل للصيدلي غير الاماكن التقليديه اللي هي الصيدليه والدعايه، ومرتبطة بدراستك للكيمياء التحليلية؟ ولو انت فكرت تشتغل في مكان من الأماكن دي، ازاي تأهل نفسك للعمل فيها، اللي هي بنقول عليها الأماكن الغير تقليدية؟ الأسئلة دي كلها طبعا أسئلة مشروعة، ولازم تخطر في دماغ كل طالب. إجابات الأسئلة دي بالكامل وبتفصيل موضح كل الإجابات بأدلة، مش كلام منقول من كتب، ولا كلام شعارات، ولا كلام إنشاء، هو كلام بدلائل وحاجات حصلت بالفعل، بتجاوب على كل سؤال من الأسئلة اللي مكتوبة قدامكم. ده إن شاء الله أنا مش هقدر أقوله في المحاضرة دي، لكن في محاضرة مستقلة أنا رافعها على اليوتيوب، وهحط لكم اللينك بتاعها، بتتكلم عن إجابات الأسئلة دي بالتفصيل. اسم المحاضرة: Pharmaceutical Applications of Analytical Chemistry and Related Job Opportunities. كل سؤال من الأسئلة دي هتلاقي إن شاء الله إجابة شافية عنه، ومش كلام إنشاء زي ما بقول. وأكبر مثال على كده يعني السؤال اللي هو: هل المناهج نظري وعملي اللي بيتم تدريسها متواكبة مع متطلبات سوق العمل؟ يعني على سبيل المثال، اللي أنت بتشتغله في المعمل الأيام دي اللي هي تايتريشن وسحاحة ومص، هل متطابقة مع متطلبات سوق العمل؟ الإجابة على سؤال زي ده مبدئيا المناهج نظري متطابقة، أه متطابقة أو متواكبة. ليه؟ لان مش صعب ابدا على اي دكتور في اي كليه صيدله ان يحصل على احدث مرجع للكيمياء التحليليه وموجود في اكبر جامعه من جامعات العالم في امريكا مثلا. الوصول للحاجات دي دلوقتي ما اسهله،
واقدر احضر محاضراتي منه وابقى متواكب مع احدث حاجه الفيجن اللي هي لسه نازله اخر سنه، بقدر احضر محاضراتي منها، دي ما فيش فيها صعوبه. طب بالنسبه للمناهج عملي، الاجابه في الفيديو اللي انا بقول عنه عشان تعرف ان هو كلام واقعي مش كلام يعني انشا، انا قلت المنهج نظري سهل جدا يكون متواكب مع متطلبات سوق العمل، وده بنقدر نعمله بسهوله. لكن عملي في جاب، في فجوه بين متطلبات سوق العمل وبين اللي بيتم في مناهج العمل. طب الفجوه دي نقدر نعالجها، بنقدر نعالج جزء منها، لكن هي السبب الرئيسي فيها رقم واحد الاعداد، ورقم اتنين الامكانيات. الاعداد ازاي يا جماعه؟ في دول كتير من العالم ممكن تلاقي دفعه كليه الصيدله 50 طالب، ف 50 طالب دول وهم في منهج عملي ده يعادل سيكشن عندنا مثلا او سيكشنين. لما نيجي في المنهج العملي نقدر نعمل له كل حاجه، نقدر ننزل له اجهزه غاليه جدا، ونقدر. النقطه الثانيه برضو في العمل الامكانيات، حتى لو انت في اعظم جامعه اجنبيه جوه مصر فما زالت الامكانيات مشكله، لان انت ممكن تكون في دوله زي المانيا بينزل للطالب جهاز بيشتغل عليه في المعمل، الجهاز ده سعره مثلا هنا في مصر يتجاوز المليون والاتنين مليون جنيه، فانت ممكن ما تقدرش تنزله في المعامل. فبنحاول نقلل الجاب دي ازاي؟ ان انت يكون في فيرتشوال لاب نعرضها، في انيميشنز، ممكن الجهاز موجود في الكليه نوري لك الجهاز ده كديمونستريشن، تدخل تنزل كده تبص عليه وتشوف مكوناته ايه، لكن تشتغل عليه كل طالب يشتغل عليه ممكن تكون صعبه شويه. طب برضو السؤال اللي سألته، هل السحاحات والمصات اللي احنا بنستخدمها وتكنيك التايتريشن اللي احنا بنشرحه دلوقتي ده لسه موجود؟ هل في شركات بتطبقه؟ والاجابه طبعا يس اوف كورس، يعني صح ونص وثلاث ارباع كمان. ليه؟ في ادله على الكلام ده انا قايلها في الفيديو، بس اعظم شركات الادويه في العالم، وتكون شركه بلاش نقول اسماء، شركه كذا في امريكا، لحد النهارده بتستخدم التايتريشن كتكنيك في معامل الكواليتي كنترول، بشكل خاص في تحاليل الرو ماتيريال اللي هي المواد الخام، اللي هي الماده الخام اللي متصنع منها المستحضر الصيدلي اللي بينزل لك. في طرق لحد النهارده في احدث دساتير الادويه في العالم تعتمد على استخدام تايتريشن، ومنها الاسيد بيس تايتريشن، ودلائل الكلام ده موجوده في المحاضره اللي بقول لك عليها. فاه بتستخدم التايتريشن، طبعا بتستخدم التايتريشن. ممكن يكون السحاحه شكلها اشيك شويه، اكثر تقدما شويه، فيها شويه موديفيكيشن، لكن ما زال التايتريشن وفيها هاندلنج، فيها استخدام للادوات. فالمناهج في العملي رغم ان في فجوه، لكن اللي انت بتدرسه موجود، لكن هي الفكره ان في حاجات تانيه موجوده ممكن ما نكونش قادرين ان احنا ننزلها لك في المعمل. زي ما قلت مش هقدر أغطي كل النقط اللي أنا قلتها، بس هركز على حاجتين أساسيتين. أول جزئية وهي إيه هي الفارماسيوتيكال أبليكيشنز أوف أناليتيكال كيمستري، إيه تطبيقات صيدلية للكيمياء التحليلية. وهنبدأ بأهم تطبيق وأقوى تطبيق للكيمياء التحليلية في مجال الصيدلة، وهو ده التارجت اللي إحنا بنطمح ليه دايما، وهو الكواليتي كنترول في شركات الأدوية. لازم تعرف إن إحنا وإحنا بنتكلم عن شركات الأدوية أو عن صناعة الدواء، فاحنا بنتكلم عن صناعة البعض بيصنفها كتاني صناعة استراتيجية بعد صناعة السلاح على مستوى العالم. ازاي؟ لان الدواء زي ما انتم عارفين الدواء في كل بيت، فاقتصاديات الدول ممكن تتأثر او ممكن تتحكم فيها لو انت اتحكمت في صناعة الدواء في الدولة دي. فلذلك وطبعا ايام الكورونا كانت اكبر دليل على كده. فما بالك باللي مسؤول عن رقابة الجودة اللي بالإمضاء بتاعته يعمل accept or reject، مقبول أو مرفوض. فما بالك إيه أهميته في مكان بيتعامل مع صناعة استراتيجية زي صناعة الدواء. طيب عشان نفهم الدور اللي بيقوم بيه الكواليتي كنترول في شركات الأدوية، لازم نفهم الأول مراحل تصنيع أي دواء إيه. وهضرب مثال على دواء بسيط جدا وهايف خالص، اللي هو الأسبرين، قرص الأسبرين البسيط اللي هو اسمه الريبو مثلا، اللي كانوا زمان من كتر ما هو بسيط كانوا بيدوه ما يكون ما فيش فكه يدوا له راس ريفو مكان الفك. واللي هينطبق على الاسبرين هينطبق على اخطر ادويه المخ والقلب والاعصاب والكبد وهكذا. تبدا مرحله تصنيع اقراص زي الاسبرين او الريفو بان الشركه تستورد الرو ماتيريال، الماده الخام بتاعه الاسبرين اللي هو الاسيتايل ساليسيليك اسيد. الشركه تستورد الماده الخام الرو ماتيريال من ألمانيا، فرنسا، الهند، الصين، أيا كان المكان اللي بتشتري منه، وتحطه في مكان ستورج كده، مخزن جوه الشركة للرو ماتيريالز. طيب ينتقل بعد كده الرو ماتيريال، تنتقل من المخزن بتاعها إلى منطقة اسمها البرودكشن اريا اللي هي منطقة الإنتاج
اللي بيتم فيها التصنيع، بيبتدي يتخلط بقى الباودر بحاجات تانية وتتضغط في شكل أقراص اللي هي التابلتس، عشان توصل في الآخر تبقى فينيشد برودكت. الفينيشد برودكت ده يروح بعد كده البيشنت ياخده، يمتص في الجسم البيشنت ويوصل للدم بالتركيز المطلوب فيدي التأثير بتاعه. طيب تتخيل كده دور الكواليتي كنترول او التحليل هيكون انهي مرحلة من الاربع حاجات، او انهي جزء من الاربع اجزاء اللي انت شايفها دي؟ طبعا الاجابات هتتنوع، لكن حقيقة الامر ان الكواليتي كنترول هيكون دوره في الاربع مراحل. كل مراحل تصنيع الدواء من اولها لاخرها لازم للكواليتي كنترول دور في الموضوع ده. ازاي؟ بداية الرو ماتيريال اللي انت استوردتها من بره دي، مين اللي قال لك ان البودره اللي انت جبتها دي اسبرين اسيتيل سالسيليك اسيد؟ مش جايز شويه دقيق، شويه جير، شويه ملح؟ فلازم تتاكد الاول من الماده دي هل هي فعلا مظبوطه ولا لا، وبعد ما تتاكد هي نفس الماده ولا لا، تتاكد هل مطابقه للمواصفات، هل النقاء بتاعها البيوريتي بتاعتها مظبوطه ولا لا. كل الحاجات دي لازم تتحلل على الرو ماتيريال قبل ما ندخل عمليه التصنيع. طيب دخلنا منطقة البرودكشن اريا وبدأ التصنيع. التصنيع ده على سبيل المثال في ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. المفترض ان انا استنى اما التصنيع يخلص ويطلع في شكل فينيشد برودكت واروح احلل يطلع فيه غلط اكلف في الشركة بقى ملايين. يا جماعة لازم ناخد بالنا ان غلطة رقم عشري في وزن الدواء جوه المصنع ممكن تكلف في الشركة ملايين وملايين لو ما تلحقش في اسرع وقت ممكن. فانا ما استناش ان البرودكشن يخلص واجي اكتشف الخطا في الفينيش دي برودكت، يبقى انا ضيعت وقت ومجهود وكيماويات وفلوس كتيره جدا في المرحله دي. لكن الصح ان انا اثناء عمليه البرودكشن نفسها الدواء دلوقتي بينتقل من ستيب 1 لستيب 2، او مساحب عينه ومحلل هل هي مطابقه للمواصفات ولا مش مطابقه للمواصفات. تمام، ادخل على ستيب 2. قبل ما نروح من 2 ل 3 نسحب عينه ونشوف مطابقه للمواصفات والتركيز مظبوط ولا لا. وده بنسميه يا جماعه ان بروسيس كواليتي كنترول. ان بروسيس يعني اثناء عمليه كواليتي كنترول، اثناء عمليه التصنيع. عملنا الكلام ده كله هيبقى بالطريقه دي اي خطا هيحصل هنلحقه في اسرع وقت ممكن، ونمنع ان هو يخش في مراحل تاليه ممكن تخسر الشركه مبالغ كبيره جدا. طيب خلصنا وبقينا في شكل فينيشد برودكت، الاقراص طلعت اتغلفت في شكل الشريط بتاعها والعلبة بتاعتها، والعلبة مكتوب عليها كل قرص يحتوي على كذا كذا كذا. طيب انت ايش ضمنك ان كل قرص فعلا بيحتوي على 350 ميلي جرام مثلا من الاسبرين، او الكبسولة دي ايش ضمنك ان هو كل كبسولة فيها 500 ميلي جرام من الاموكسيسيلين او الامبسيلين او كذا او كذا. فلازم اللي شغال في الكواليتي كنترول ياخد عينات من الفينيشد برودكت من العلبة بتاعت الدواء الاخيرة دي، عينات بطريقة معينة، ويحللها ويتأكد ان فعلا اللي مكتوب على العلبة موجود جوه القرص او جوه الكبسولة. طيب الفينش برودكت ده لما المريض ياخده هدف بتاعنا ايه؟ انه يخش الجسم يتكسر ويمتص، يتكسر في الامعاء مثلا، التابلت تتكسر وتمتص والدواء يوصل للدم بالتركيز المطلوب. طب برضو ايه يضمن لك ان الدواء وصل للدم بالتركيز المطلوب، ما حصلش ان القرص مثلا اتكسر ما اتكسرش وفضل مكلكع كده في جسم في المعده والامعاء واخرج وما حصلش اي استفاده منه؟ ايه اللي يضمن ده؟ دي بتبقى خطوه اي شركه بتاخد تصريح لمنتج جديد بتعمله لازم تجيب فولانتيرز اللي هي متطوعين ويدوا لهم الدواء ويبتدي يسحب عينات من الدم بتاعه على مدار كذا ساعه، بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد كذا، بعد كذا، ولازم ويقيس كيرف كده ان التركيز بتاع الدواء بيزيد في الدم لحد ما يوصل للتركيز المطلوب ولا لا. دي دراسه اسمها بايو افيلابيليتي ستادي، هتدرسوها بعد كده ان شاء الله في فروع من في الكليه. فلذلك هتلاقي ان الكواليتي كنترول او الكيمياء التحليليه داخله في كل مرحله من مراحل تصنيع الدواء من اول ماده خام لحد ما هيوصل للمريض ويتناول الدواء ويمتص ويوصل للدم. طيب ايه تاني؟ ده كان اهم تطبيق للكيمياء التحليليه مرتبط بالصيدله. هنشوف تطبيقات تانيه برضو مرتبطه بالصيدله بس مش على دواء، لكن على حاجه لها علاقه وثيقه بصحه الانسان. الدرينكينج ووتر اناليسز من الحاجات اللي فيها تطبيق كبير جدا للكيمياء التحليليه. الفود اناليسز والحاجات دي بتتدرس عندنا في الكلية. طبعا الحاجات دي ليه بنحللها او ليه بنذكرها هنا؟ لانها مرتبطة بصحة الانسان ارتباط وثيق. طبعا الفورنسيك اناليسيز تحاليل الطب الشرعي، الكوزماتكس اندستري اللي هي تحاليل اسف اللي هي مستحضرات التجميل، صناعة مستحضرات التجميل، والديترجنتس والكيميكالز اندستري اللي هي صناعة المنظفات والكيماويات. طب دي ايه علاقتها بالصيدلة؟ اهو برضو انت الست البيت وهي واقفه في بيتها وبتستخدم المسحوق الفلاني او السائل الفلاني في الغسيل او في كذا او في المواعين او او او
الحاجات دي لو مش مطابقة للمواصفات ومعمول لها التحاليل صح، ممكن تيجي تحطها على ايديها تحرق ايديها، تعمل لها حساسية، تعمل لها التهاب. فما هو ده كده صح دخل في صحة الانسان، يبقى على طول مرتبط بالصيدلة. لاحظوا يا جماعة ان الصيدلي هو المهنة الوحيدة اللي بيقدر يربط بين الكيمياء وبين صحة الانسان. فأي مهنة او اي صناعة بتبقى فيها علاقة بين كيمياء وبين حاجة تتعرض لصحة الإنسان، بتتحط على الجلد، بتتشم، بتلمس الجسم بأي شكل من الأشكال، فالصيدلي هو الشخص المثالي اللي يقدر يعمل المعادلة دي. يتبقى إن إحنا نعرف وباختصار إيه وظائف الشغل أو وظائف العمل career opportunities المتاحة ليك كصيدلي تشتغل فيها ومرتبطة بدراستك في الكيمياء للكيمياء التحليلية. طبعا زي ما وضحنا الكواليتي كنترول في شركات الدواء ده رقم واحد، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، المركز القومي للبحوث National Research Center NRC معروف طبعا، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية واللي هي أصبحت حاليا في مصر تتبع هيئة الدواء المصرية أو الـ EDA، في صيادلة شغالين في هيئة الدواء المصرية في جزء يتعلق بالرقابة والبحوث الدوائية، شغلهم بيبقى عبارة عن عمليات تحليل. مصلحة الطب الشرعي، طبعا في ناس ممكن ما تعرفش إن الصيدلي بيشتغل في مصلحة الطب الشرعي، في جزء اسمها أبحاث أو قسم الكيمياء، تحليل الكيمياء وأبحاث التزييف والتزوير حاجة كده، الجزء ده في الطب الشرعي. انت كده بقيت صيدلي تتبع وزارة العدل، فطبعا في امتيازات كبيرة جدا بتحصل عليها في شغلك بمصلحة الطب الشرعي، وتبقى طبعا مسؤولية كبيرة جدا، طبعا انتوا عارفين أهمية الطب الشرعي ايه. رقابة الجودة في شركات مستحضرات التجميل، في شركات المنظفات والكيماويات، في مصانع الأغذية، حتى في محطات تنقية وتحلية المياه، ودي طبعا ليها أهمية قوية جدا في منطقة الخليج عشان المياه العذبة هناك مش متوفرة بشكل كبير، فممكن صيدلي وكمان لو مؤهل بمؤهلات يعني دراسات عليا في الكيمياء التحليلية يشتغل في الأماكن دي. وأنا أعرف شخصيا حد بيشتغل في محطة تنقية وتحلية مياه في الإمارات بسبب إن الشخص ده كان دارس كلية صيدلة وخد ماجستير في الكيمياء التحليلية، فبقى مؤهل جدا ان هو يشتغل في الاماكن دي، بل الناس تتفاوت يعني تتهافت عليه لانه معاه دراسات عليا كمان في الكيمياء التحليليه. اخر حاجه وهو الكوميونتي فارماسيست اللي هو صيدلي المجتمع اللي انت بتعدي بتبقى ماشي في الشارع كده تخش صيدليه وتشتري دواء، حتى ده كمان دراسته للكيمياء التحليليه او بتفيده في شغله، يعني انت كصيدلي في صيدليه بتستفيد بدراستك في الكيمياء التحليليه؟ اه طبعا بتستفيد، بس تفاصيل الكلام ده وشرحها زي ما بقول الوقت ما يسمحش في الفيديو ده ان انا اعرضه، ان شاء الله في الفيديو اللي بيتكلم عن الموضوع بتاع الفارماسيوتيكال ابلكيشن او اسم الفيديو فارماسيوتيكال ابلكيشنز اوف اناليتيكال كيمستري اند ريليتد جوب اوبورتيونيتيز، هتلاقي ان شاء الله رد على كل النقط دي وتفصيل، وهقول امثله لاعلانات نزلت فعلا في الجرايد او اعلانات وظائف عرفتها بشكل شخصي لأماكن من اللي مذكورة قدامك دي كانت محتاجة صيدلي يشتغل فيه. في بداية دراستك لجزء جديد من أجزاء الكيمياء التحليلية لازم دايما تسأل نفسك أنت موقعك فين دلوقتي بالنسبة لفروع الكيمياء التحليلية. فالكيمياء التحليلية بشكل عام بتنقسم إلى جزئين، الجزء الأولاني Qualitative Analysis اللي هو التحليل الكيفي بيقول لك المادة دي هي إيه، يعني بيساوي كلمة وات، وإحنا خدنا فيه جزء بسيط كده نبذة في العملي حاجة اسمها Analysis of Anions and Cations وأنتوا درستوه بالتفصيل في ثانوية عامة، بيعرف لك المادة دي أو الملح ده اسمه إيه، لكن ما بنتكلمش عن كميته. وبرضه من التطبيقات الخاصة بالانسترومنتال أناليسيس، ده فرع من فروع الكيمياء التحليلية في استخدام أجهزة، ده برضه بيعمل كواليتيتيف أناليسيس بيعرفني المادة دي هي إيه، بيقول لي بيساوي كلمة وات زي ما أنا بقول. الفرع التاني والكبير جدا والمهم جدا للكيمياء التحليلية وهو اسمه كوانتيتيف أناليسيس اللي هو التحليل الكمي، وده ليه مرادفات كده، كلمة quantitative analysis هيها determination estimation assay، بيعرف لي المادة دي قد ايه، يعني نقدر نقول بيساوي كلمة how much، يبقى ال qualitative هي ايه، ال quantitative قد ايه. العلماء قسموا ال quantitative analysis الى ثلاث فروع رئيسية حسب انا بقيس ايه. لما اكون بقيس volume، يعني لو انا بعتمد على قياس volume حجم، فسموها volumetric analysis من اسمها volume يعني حجم، متريك قياس، فاسمها فوليومتريك اناليسيس. الفوليومتريك اناليسيس ده هو بالظبط التايتريشن، يعني كلمه فوليومتريك اناليسيس هي تايتريشن.
قسموها العلماء التايتريشن إلى 4 فروع حسب نوع التفاعل المستخدم. فلو أنا بعتمد على أسيد بيز تايت رياكشن اسمها أسيد بيز تايتريشن، بريسبتيشن رياكشن بريسبتيشن تايتريشن، كومبلكس فورميشن رياكشن اسمها كومبلكس فورميشن تايتريشن، لو ريدوكس رياكشن اللي هو اوكسيديشن ريدكشن يعني فاسمها ريدوكس تايتريشن. احنا هندرس ايه الترم ده ان شاء الله؟ هندرس الفرع الاول من فروع الفوليومتريك اناليسيس او التايتريشن اللي هو يعتبر فرع من فروع الكوانتيتيف اناليسيس. طب في فروع تانية طبعا، الفرع التاني بيعتمد على قياس الوزن. يعني ايه قياس الوزن؟ يعني انا بجيب الماده مجهوله التركيز واحولها الى راسب، واخد الراسب ده افصله واجففه واوزنه، ومن خلال الوزنه اقدر اعرف تركيز السامبل الاصليه قد ايه. طبعا لان ده بيعتمد على الوزن، والوزن فيه في الحسبه بتاعته لما لو خدتوها في الفيزيكس بيبقى فيه الجرافيتي، فاحنا بنقول عليه جرافيمتريك اناليسيس. الفرع الثالث من فروع الكوانتيتيف اناليسيس وهو فرع الانسترومنتال اناليسيس، ده بيعتمد على استخدام الاجهزه، بنقيس باستخدام اجهزه. ده طبعا من اهم فروع الكيمياء التحليليه، ويكفي ان انت تعرف ان مفيش طالب بيدرس دراسات عليا بعد التخرج الا وهيلاقي في كورس تمهيد الماجستير بتاعه منهج انسترومنتال اناليسيس. ده في مصر وفي كل دول العالم، حتى لو انت بتعمل ماجستير في الكلينيكال فارماسي فانت هتدرس مقرر في تمهيد الماجستير، وده اكبر مقرر في تمهيد الماجستير اسمه الانسترومنتال اناليسيس. في السلايد دي يعتبر ما فيش معلومه جديده، هو توضيح او كتابه للي انا شرحته في المخطط اللي قبل كده. مبدئيا ايه هو الفارماسيوتيكال اناليتيكال كيمستري؟ دي قلناها قبل كده كتير ان هو برانش من الاناليتيكال كيمستري بيستخدم نظريات الكيمياء التحليليه في تحليل مركبات صيدليه. زي ما قلنا قبل كده يا جماعه في مقدمه المنهج ان الكيمياء التحليليه بتدرس في كليه صيدله، بتدرس في كليه زراعه، بتدرس في كليه علوم. ايه فرق الصيدله عن الكليات التانيه؟ ان احنا بنطبق الكيمياء التحليليه لتحليل مركبات صيدليه، يعني تحليل ادويه بمعنى اصح. طيب فروع الكيمياء التحليليه زي ما قلنا فيها الكواليتيتيف اناليسيس اللي هو بيعرفني الايدنتيتي بتاع الماده هي ايه، والكوانتيتيف اناليسيس اللي بيعرفني الاماونت او الكوانتيتي بتاع الماده اللي هي كميتها قد ايه. وقلنا ان الكوانتيتيف اناليسيس كمصطلح بيساوي بالظبط او مرادف ليه كلمه ديترمينيشن اسي استيميشن. احنا هيبقى دارج ان احنا بنقوله في الشرح وبتتقال في المعمل وفي النظري هو ديترمينيشن اوف كذا ديترمينيشن اوف كذا، لكن اي كلمه من الاربعه دول تيجي فهي نفس المعنى. يعني لو في الامتحان سؤال برنسبل فور اسي اوف كذا، دي معناها ايه؟ اللي هو ديترمينيشن اوف كذا. طيب نجيب الحكايه من اولها يا جماعه، احنا عايزين نوصل لايه؟ يعني انت هدفك في القصه دي كلها ايه؟ احنا يا جماعه عندنا التطبيق الرئيسي لشغلنا في الكيمياء التحليليه هي شركات الادويه. مصنع الادويه او شركه الادويه بتطلع منتجات باشكال مختلفه، على سبيل المثال منتج زي الاسبرين اللي هو الريفو البسيط خالص ده، اسيتيل ساليسيليك اسيد، ده مركب بسيط جدا او منتج بسيط. وفي منتجات اكثر تعقيدا زي مثلا مضادات حيويه زي الاموكسيسيلين وادويه المخ والقلب وكل الادويه اللي انت تعرفها. قرص الاسيتيل ساليسيليك اسيد ده بيبقى مكتوب على القرص ان هو بيحتوي على 350 مللي جرام مثلا اسيتيل ساليسيليك اسيد، وفي طبعا تركيزات مختلفه من الاسبرين تابلت، بس هنفترض ان هو قرص بيحتوي على 350 مللي جرام اسبرين. الكبسولات والشرب بتاع المضاد الحيوي ممكن يقول لك تشتمل الكبسوله على 500 مللي جرام اموكسيسيلين، الشراب ده في كل 5 مللي 250 مللي جرام اموكسيسيلين. الكلام ده كله يا جماعه بيطلع من الشركه، هل يعني بينزل السوق كده من غير ما يتم التاكد منه؟ لا طبعا بيتم التاكد منه. الكلام ده بيتم فين التاكد منه؟ في معمل الكواليتي كنترول، وهو ده التطبيق الرئيسي لشغل الكيمياء التحليليه. بيتاخد عينات من الحاجات دي وتتحلل وتشاف اذا كان فعلا اللي مكتوب على الشريط او المكتوب على علبه الدواء او على علبه الدواء الشراب او الكريم او الحقن او هل الكلام اللي مكتوب ده التركيزات دي فعلا موجوده ولا لا؟ ده اللي بيقوم بيه مين؟ راجل بيشتغل كيمياء تحليليه في معمل الكواليتي كنترول، وفي الاخر بيدي شهاده اذا كان المنتج ده ابروفد ولا مش ابروفد. طيب هل انا منطقي ان طالب في ترم اول في اول معمل في سنه اولى عايز اعلمه التايتريشن اروح اجيب له منتج من المنتجات دي او دواء من الادويه اللي بتتحلل في شركات الادويه واقول له حللها في المعمل؟ هتبقى صعبه جدا عليه طبعا. فاحنا هنحاكي اللي بيحصل ده بس على مركبات بسيطه. ازاي؟ يعني اسيتيل ساليسيليك اسيد اللي انتم شايفينه ده اللي هو قرص الاسبرين او الريبو،
ده لما بيجي نحلله بأسيد بيس تايتريشن، هروح اجيب ستاندرد ايه او حاجه افعله معاها هتكون ايه. طبعا هو اسيتيل ساليسيليك اسيد، فاروح اجيب بيز ستاندرد بيز زي صوديوم هيدروكسيد مثلا افعلها معاه عشان اعرف تركيزه. طيب انا مش هعمل كده بقى في المعمل عندك في اول معمل، هروح اجيب لك مركب مش هو ده اسيد، اجيب لك اتش سي ال، مركب بسيط واسيد وهيتفاعل برده مع البيز عشان تفهم البرنسبال بتاع الاسيد بيز تايتريشن ايه. وهكذا الترم هتلاقي فيه مركبات تبان انها بسيطه لكن هي تفاعلها هيبقى نفس البرنسبال بالظبط اللي بتتفاعل بيه الدواء المعقد اللي بيبقى موجود في علبه او في تابلت او في كريم او في اوينتمنت او في كذا. طب وانت هتفضل كده؟ لا ان شاء الله بعد كده ان شاء الله هيبقى عندك مقرر مخصص للكواليتي كنترول اسمه فارماسيوتيكال كواليتي كنترول، ده او كواليتي كنترول اوف فارماسيوتيكالز. ده المقرر ده هيبقى كله عباره عن تحليل مركب مستحضرات صيدليه باشكال مختلفه بقى، فتبدا ساعتها تطبق الطرق اللي انت درستها بشكل بسيط على كميات على كميات بسيطه تطبقه على الادويه باشكالها الصيدليه المختلفه. هنبدا مع بعض اول فرع من فروع الكوانتيتيف اناليسز وهو الفوليومتريك اناليسز. كلمة فوليومتريك اناليسيز هي هي بالظبط، تايتريمتريك اناليسيز هي هي بالظبط تايتريشن. طيب ايه هي التايتريشن؟ هي الحكاية بتبدأ يا جماعة، هقول نفس المثال اللي أنا قلته. أنا عندي دلوقتي سامبل مجهولة التركيز من مادة HCl، يعني HCl سامبل، وعايز أعرف تحليلها تركيزها كام بطريقة تحليل اسمها التايتريشن، فأروح أفعلها مع محلول تاني تركيزه معروف بنقول عليه ستاندرد سوليوشن، وليكن مثلا 0.1 نورمال NaOH. ونقيس حجم المستهلك من ال NaOH للتفاعل مع ال HCl. يعني ايه؟ نعرف برضو كده مع بعض التايتريشن او التايتريمتريك اناليسيس او الفوليومتريك اناليسيس هو ميثود من الكوانتيتيف اناليسيس ديبند على ميجرينج ذا فوليوم اوف ا سوليوشن اوف نون كونسنتريشن، تركيز الحجم المستهلك من محلول معلوم التركيز بنسميه ستاندرد سوليوشن. ماله بقى؟ الحجم ده ماله؟ needed to react completely with a sample of unknown concentration، بنحتاجه للتفاعل بشكل كامل مع سامبل مجهولة التركيز. والعلماء قسموا الكلام ده زي ما قلنا من شوية حسب نوع التفاعل المستخدم، ممكن تكون acid base titration precipitation complex formation redox titration، قلنا الكلام ده. طيب محتاجين توضيح أكتر. ده يا جماعة شكل السيت اب اللي بيتعمل بيه التايتريشن، بيبقى فيه فلاسك كونيكال فلاسك وفيه سحاحة متعلقة في الهولدر بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكونيكال فلاسك اللي تحت او اللي هو الدورق المخروطي ده بيتحط فيه ايه؟ بنحط فيه السامبل بتاعتنا اللي هي مجهولة التركيز، وبنحط معاها كاشف اسمه انديكيتور عشان ده بيكشف لنا امتى التفاعل بيكتمل او امتى نقدر نقول ان احنا وصلنا لنهاية التفاعل. السحاحة او البيوريت دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها المحلول معلوم التركيز اللي هو بنقول عليه ستاندرد سوليوشن. طيب نفس المثال اللي احنا قلناه هنفترضه، هفترض ان انا عندي على سبيل المثال ان السامبل بتاعتي اللي هي مجهوله التركيز هي 10 مللي اتش سي ال سامبل، دي سامبل مجهوله التركيز، هدفنا ايه؟ نعرف تركيزها. طب انا دلوقتي دي سامبل مجهوله التركيز، لما احب استعين بصديق يساعدني في معرفه تركيزها، اروح اجيب ايه؟ اروح اجيب محلول تاني معلوم التركيز، اسم المحلول معلوم التركيز ده في الكيمياء التحليليه يعني ستاندرد سوليوشن. هنقول على سبيل المثال جبنا المعلوم التركيز، طبعا السامبل اسيد يبقى المحلول الثاني هيكون بيز، فروحنا جبنا صوديوم هيدروكسيد معلوم التركيز 0.1 نورمال صوديوم هيدروكسيد على سبيل المثال، ده فين بقى؟ ده في السحاحه. نبدا عمليه التايتريشن، طبعا السحاحه دي تدريجها بيبدا من صفر فوق ل 25 او 50 او 100 تحت، المسافه من بين الصفر لل 25 هم دول ال 25 مللي، لكن ما بعد ال 25 ده مش محسوب معايا في التدريج بتاعي. هبدا عمليه التايتريشن ان انا افتح السحاحه وانزل من، هوريكم فيديو للكلام ده دلوقتي، ان انا هنزل من السحاحه ستاندرد صوديوم هيدروكسيد ينزل على السامبل الموجوده في الفلاسك يتفاعل معاها. هفضل انزل من السحاحه صوديوم هيدروكسيد، انزل دي اسمها انا بعمل تايتريشن، افضل اعمل تايتريشن انزل من السحاحه لحد ما يحصل اكتمال للتفاعل بين الصوديوم هيدروكسيد اللي نزل من السحاحه والاتش سي ال اللي موجود في الفلاسك. اكتمال التفاعل يحصل تعادل تام ما بينهم، فنشوف ساعتها الحجم اللي نزل من السحاحه قد ايه، وليكن على سبيل المثال نزل من السحاحه 6.3 مللي.
ده معناه ايه؟ ان لما نزل 6.3 من 10 مللي على ال 10 مللي من الصوديوم هيدروكسيد على ال 10 مللي لل اوف اتش سي ال سامبل، حصل ما بينهم تفاعل كامل، تعادل تام، والتفاعل خلاص كده نقف عند اللحظه دي. دي نهايه التفاعل، عشان كده سموا الرقم اللي هو 6.3 من 10 مللي ده سموه الاند بوينت. الاند بوينت نقطه النهايه، او بنقول عليها ايه، نقطه بي، نقطة، ده الاختصار بتاعها. طيب ملاحظة صغيرة بس، إن يعني حاجة يعني تبقى لغوية شوية، هي إند بوينت دي يا جماعة هتلاقوها في المنهج ونظري أو عملي، أحيانا تستخدم للتعبير عن الرقم أو الحجم اللي نزل من السحاحة، وأحيانا بتستخدم للتعبير عن لحظة انتهاء التفاعل. يعني إيه؟ يعني تستخدم للتعبير عن رقم فوليوم أو عن لحظة. هتعرفها إزاي؟ من سياق الكلام. يعني لما بتقول إن أنا لقيت الاند بوينت بتساوي 6.3 من 10 مللي، ده كده رقم حجم. لو انا بقول اني بضرب الاند بوينت في كذا واقسمها على كذا، هنا اقصد رقم او حجم اللي هو بيبقى عباره عن حجم. لكن لما اقول انا بقعد اعمل تايتريشن لحد ما اوصل للاند بوينت، فكده انا اقصد لحظه نهايه التفاعل. او ان انا الانديكيتور بيغير لونه، اللي هو الكاشف يعني بيغير لونه عند نهايه التفاعل، فده برضه اقصد لحظه مش اقصد رقم. هي بتبان سهلة من سياق الكلام. المنظر اللي انت شايفه قدامك ده خلاصته نقدر نلخصها في ايه؟ ان احنا نقدر نقول في اللحظة دي ان ال 10 مللي سامبل اتش سي ال تفاعلوا مع، بنقولها كده 3 يساوي فوق بعض، 3 شروط فوق بعض، اللي هي كلمة بمعنى equivalent to او يكافئ، يعني يتفاعل مع، تفاعلوا مع 6.3 من 10 6.3 مللي من ال 0.1 normal sodium hydroxide. يعني لما ده يتحط على ده يحصل تفاعل كامل ما بينهم. طب اقدر من خلال العلاقه دي او من خلال الحقيقه دي اعرف تركيز السامبل؟ اه طبعا اقدر، وبحسابات هنعرفها بعد كده، بس هي يعني هي منطقيه. انا عندي السامبل عارف حجمها ومش عارف تركيزها، والستاندرد اللي اتفاعل معاها عارف حجمه وعارف تركيزه، اقدر اعرف تركيز السامبل؟ اه طبعا اقدر اعرف تركيز السامبل. فبالتالي انا بالمنظر ده انا كده اقدر احلل السامبل مجهوله التركيز باستخدام طريقه التايتريشن. يتبقى مصطلح صغير عشان هيبان في السلايد دلوقتي، وهو هو الاتش سي ال سامبل دي يا جماعه عباره عن ايه؟ ال 10 مللي اتش سي ال سامبل دي عباره عن ميه متدوب فيها الدوائر الصغيره دي جزيئات اتش سي ال. طب سؤال، هل الصوديوم هيدروكسيد لما ينزل من السحاح يتفاعل مع السامبل، يتفاعل مع الميه ولا بيتفاعل مع جزيئات ال HCl ولا بيتفاعل مع الاثنين؟ طبعا الإجابة هو بيتفاعل مع جزيئات ال HCl. وأما بحدد تركيز أنا بطلع تركيز ال HCl مش تركيز مية، عشان كده المعادلة NaOH زائد HCl. طيب العلماء ميزوا بقى، قال لك كلمة سامبل دي اللي هي تشمل كل حاجة، اللي هو الجزيئات بتاع ال HCl والمية اللي متدوبة فيها، دي كده على بعض اسمها سامبل. لكن الجزء من السامبل اللي احنا بنحدد تركيزه، اللي احنا بنحدد تركيزه بيسموه العلماء انالايت. انالايت طيب اللي هو اللي احنا بنعمل له اناليسيز، يعني اللي هي جزيئات ال HCl او كومبوننت من السامبل اللي احنا بنعمل لها اناليسيز او بنعمل لها ديترميشن، اسمها ايه؟ اسمها انالايت، وليها اسم تاني بس قديم شويه اسمها تايتراند بالدي، اسم المفعول من تايتريت. وفي برضه الشيء بالشيء يذكر ان اللي احنا بنحطه في السحاحه وبنعمل بيه تايتريشن بنسميه تايترانت بالتي، ده اللي هو اسم الفاعل من تايتري. هنشوف الكلام ده دلوقتي ان شاء الله مكتوب. يبقى احنا عرفنا التايتريشن وقلنا ان ليها انواع. السمبلست فورم بتاع التايتريشن اللي انا عرضتها قدامكم دي دايركت تايتريشن، ما فيش فيها اي تعقيد. التايتريشن از دان ازاي؟ بليسنج الستاندرد سوليوشن اللي احنا بنسميه ايه؟ تايترانت، عشان انا بعمل بيه تايتريشن فبنسميه تايترانت، اسم فاعل اهو. بنضعه في البيوريت، والسامبل اوف انون كونسنتريشن مجهوله التركيز بنضعها فين؟ في الكونيكال فلاسك، وننزل من ده على ده لحد ما التفاعل يكتمل زي ما شرحنا من شويه. ملاحظه صغيره لازم تكون عارفها، ان الانالايت هو ايه؟ هو الكومبوننت اوف ذا سامبل ذات از ديترمينت، اللي احنا بنحلله، اللي هو جزيئات ال HCl المركب، هي دي اللي احنا بنعرف تركيزها. بيسموها انالايت او بيسموها تايتراند، اسم المفعول من تايتريت. يبقى اللي انا بقى محلول اللي بعمل بيه تايتريشن اللي بحطه في السحاحه اسمه ايه؟ تايتراند. اللي انا بحلله وبعمل له اللي بعمل له تايتريشن اللي هو بيبقى موجود في الفلاسك تحت اسمه انالايت او تايتراند.
في حته هنا لان احنا طبعا لسه اول ترم في الكليه، ففي بعض الاختصارات ما نعرفهاش. طبعا يا جماعه اختصار ان بي اللي انتم شايفينه ده معناه ايه؟ ملحوظه. وبرده الشيء بالشيء يذكر، ما ينفعش ان انا ما اعدي الجزء ده من غير ما اقول لك ان هيعدي عليك في حياتك الجامعيه من كذا كذا اختصار لازم تكون عارفهم. هتعرف حاجه اسمها ال ان بي، اي جي، اي اي، سي اف، الحاجات دي لازم تكون فاهم معناها عشان وانت بتذاكر تبقى عارف. هي الحاجات دي كنت طبعا بتبقى اختصارات لمصطلحات او كلمات لاتينيه او يونانيه او كذا، وبنستخدمها جرى العرف ان احنا بنستخدمها في الف الكتب وفي المحاضرات، فتبقى فاهم معناها ايه. طبعا ان بي جايه من كلمه اسمها نوتابينا اللي هي ملحوظه، ان بي اللي هي ملحوظه او نوت. اي جي اعتقد معظمنا عارفها اللي هي فور اكزامبل، يعني على سبيل المثال. اي اي دي معناها ايه؟ معناها بمعنى كذا، اي ان كذا. يعني شوف، هي احد اساتذتي وانا طالب ادوكو كده كان يحفظها لنا ان اي اي بمعنى اي ان، يعني انت عمال تقرا الكلام وفي حته كده هيجي توضيح بعديها، فيقوم ساعتها يقول لك اي اي كذا، يعني بمعنى كذا، اي ان كذا. طيب سي اف، سي اف دي برضو اختصار لكلمه ترجمتها compare with، قارن مع، يعني الاسيدز صفاتها 1 2 3، ويقوم كاتب لك بين قوسين سي اف بيزس، يعني روح قارن مع البيزس عشان تفهم، عشان يبان التضاد. يعني الرسمه دي يا جماعه هي اللي احنا عرضناها من شويه، اللي فيها الطريقه اللي بنعمل او المكونات اللي بنعمل بيها التايتريشن. طبعا التايتريشن هتبدا بالفلاسك ان نضع فيه السامبل باستخدام حاجه اسمها بيبيت او بايبيت، اللي هي مصه بنسحب بيها السامبل ونضعها في الكونيكال فلاسك، نضيف عليها بعد كده كاشف اسمه بنقول عليه الانديكيتور، وليه انواع واسماء مختلفه، يدي لون معين او بيبقى في وضع معين. دلوقتي نبدا نعمل تايتريشن من السحاحه لحد ما اللون بتاع الانديكيتور ده يغير الى لون اخر احنا بنبقى عارفينه. طبعا ساعتها بنقول ان التفاعل اكتمل ونوصل للاند بوينت زي ما احنا قلنا. الفيديو ده بيشرح التايتريشن اللي احنا بنتكلم عنها، والفيديو ده طبعا من انتاج الرويال سوسايتي اوف كيمستري اللي هي من اكبر جهات الكيمياء في العالم. هما الجهتين يعني من اكبر الجهات طبعا الامريكان كيميكال سوسايتي، الرويال سوسايتي اوف كيمستري في انجلترا، الجيرمان كيميكال سوسايتي في المانيا. طبعا الفيديو مدته 5 دقائق، انا مش يعني مش هعرضه كله، لكن اجيب الجزئيه اللي انا كنت بتكلم عنها اللي هي ازاي بنعمل التايتريشن ونشوف تغير اللون. زي ما احنا شايفين هو خلاص يعني اضاف السامبل في الفلاسك، وبيضع دلوقتي الانديكيتور، بيحط عليها انديكيتور اللي هو ممكن يكون فينول فيسالين او سايل اورنج. هنا السامبل عشان للتوضيح بس، السامبل هنا عكس اللي انا كنت بقوله، السامبل هنا بيز عشان اللون يبقى واضح بس، السامبل بيبقى بيز فبتدي لون بينك في بدايه التجربه مع الانديكيتور اللي اسمه الفينول فيسالين. والتايتريشن هنا اللي نازله من السحاحه، اللي نازل من السحاحه هو ستاندرد اتش سي ال 0.1 نورمال مثلا اتش سي ال، فهيبدا يعمل تايتريشن. اول مره بيعمل فيها التايتريشن بتبقى سريعه جدا زي ما انتم شايفين، يعرف لحد ما يوصل للون المنتظر ان يختفي لون البينك اللي كنتوا شايفينه، وبيقعد يحسب حسبته انا نزلت كام من السحاحه دي، بنسميها راف اند بوينت، طلعت بالتقريب 15 مللي. دي مش دقيقه، راف يعني مش دقيقه. او اروح اجيب سامبل جديده واعيد التايتريشن بالاول تاني، اطلع بقى الاكيوريت اند بوينت. بعملها ازاي الاكيوريت اند بوينت دي؟ ان انا انزل انا عارف انها بالتقريب 15، بنزل من 0 ل 14 بسرعه، لحد 14 بسرعه، تلاقيه نزل بسرعه مره واحده لحد 14. وبعد كده طبعا احنا يعني بننصح ان بلاش تفتح السحاحه زي الحنفيه كده خط مستقيم مع السحاحات اللي ليها تب بلاستيك اللي هي موجوده منتشره في مصر كتير، يا ريت يبقى نقطه بنقطه بس سريع. وصل ل 14، بعد كده بدا يهدي نقطه بنقطه نقطه بنقطه لحد ما يجيب اول نقطه تدي التغير اللي انا منتظره، اللي هو في اللحظه دي اول نقطه تدي كلر ليس. ساعتها اوقف السحاحه واخد قرايتي، تطلع القرايه مثلا يعني 14 و3 من 10 كذا وكذا، هي دي اللي بنسميها الاند بوينت اللي بنعمل عليها الحسابات بتاعتنا. يتبقى ان احنا نعرف هل اي تفاعل في الدنيا ينفع استخدمه كبرنسبل لعمليه تايتريشن، والاجابه طبعا لا. في خصائص ومتطلبات requirements للرياكشنز اللي بتستخدم في التايتريشن. اول حاجه وده طبعا منطقي، ان الرياكشن لازم يكون رابيد سريع. هل الصوديوم هيدروكسيد والاتش سي ال بيحتاجوا وقت يتفاعلوا مع بعض؟ لا، في ثانيه، لحظي، في نفس اللحظه. انت عارفين لما كانش سريع ايه اللي يحصل؟ تنزل نقطه من السحاحه وتنام ربع ساعه كده عقبال ما تتفاعل وترجع تكمل وبعدين تنام شويه. طبعا ده مش منطقي،
الفعل بشكل سريع جدا. The reaction must proceed toward completion، يعني بيمشي لحد ما يكتمل، ما بيقفش في النص، ما بيرجعش في الباكورد دايركشن، يعني اللي بيرجع في اتجاه عكسي، لازم بيكتمل، يعني ده من الصفات الأساسية. الرياكشن must be represented in the form of a balanced chemical equation. وهي يا جماعة الحسابات بتاعتي اللي هتعرفني تركيز السامبل مجهولة التركيز، أنا مش ما بتبقى كلها مبنية إن أنا عارف كذا من السامبل اتفاعل كم مول من السامبل اتفاعل مع كم مول من الستاندرد. يعني في معادلة كيميائية موزونة تعبر عن التفاعل، لو ما فيش المعادلة دي ما فيش حسابات، ما فيش تجربة، باظت الدنيا. طب هو ينفع إن يكون في تفاعل كيميائي ملوش معادلة موزونة؟ كتير. يعني انتوا بتاخدوا في التحاليل الانينز والكاتاينز حاجه تيست عارفينه من ثانويه عامه، ان الفيريك بيتفاعل مع الثايوسيانيت بيدي بلاد ريد كلر، بلاد ريد كلر لون احمر دموي. التفاعل ده بيحصل مع واحد ثايوسيانيت او اثنين ثايوسيانيت او اربعه ثايوسيانيت او سته ثايوسيانيت، فانت لما بتتفاعلهم مع بعض المادتين دول ما بتبقاش عارف كام بالظبط تتفاعل مع كام، فده مستحيل يستخدم كبرنسبل لتايتريشن. اخر صفه ان الرياكشن اللي انت بتستخدمه لازم يكون فيه طريقه دقيقه ومتاحه للديتكشن اوف اند بوينت، اللي انت تتعرف بيها على نقطه نهايه التفاعل بتاعك. فاحد الطرق هي ان انت تضع انديكيتور يغير لونه لحظه الاند بوينت. في طرق تانية كتير هندرسها ان شاء الله في فروع بعد كده. وبكده يكون خلص الجزء الاول من المحاضره الاولى. أشوفكم إن شاء الله في الأجزاء الأخرى. شكرا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.